كنتمنى المباراة دوز جو رياضي ويكونوا فريقين في المستوى ديال المقابلة. شكرا. كنتمنى فوز البلاد البيضاوي ونتمنى عودة الفريق الأحمر ويتستر ويبقى غادي نفس المقابلة. شكرا. حنا الحمد لله اليوم جينا إن شاء الله باش نساندوا فريق الوداد البيضاوي كما ديما في كل مباراة داخل المقابلة ديال الدار البيضاء. اليوم إن شاء الله كنتوقعوا فوز كاسح نادي الوداد الرياضي ولكن واخا كتبقى ماتش صعيب حيت واخا تلعبوا ضد متشدي الترشيف تتبقى مباراة عندها الأهمية ديالها والقيمة ديالها داخل البطولة الوطنية. غادي نلعب مع الماتشي ثلاثة ديال الماتشات مازال ما ربحناهم ولكن اليوم إن شاء الله الفوز كنتوقع نتيجة ديال الجوج الزيرو وثلاثة ثلاثة لواحد صالح فريق الوداد البيضاوي باش إن شاء الله نكملوا على المسار ديالنا ونجيبوا البطولة 18 ونكملوا نجيبوا الجوج. Thank you.